مواجهات محتدمة في جبهات عدة بمحافظة تعز وخاصة في ريفها. هنا في مديرية حيفان يخوض الجيش الوطني والمقاومة الشعبية قتالا عنيفا مع الميليشيا. تؤكد المصادر أن قوات الجيش والمقاومة صدت هجوما للميليشيا بالمدفعية وصواريخ الكاتيوشا على مواقعها في منطقة المفاليس التابعة لمديرية حيفان، ما أدى إلى مقتل 5 من عناصرها وجرح آخرين. الاشتباكات امتدت إلى قرية الهجمة في ذات المديرية، حيث شنت الميليشيا هجوما على القرية ما أدى إلى استشهاد مواطن وإصابة آخرين. منطقة السيار في مديرية الصلو تشهد هي الأخرى مواجهات متواصلة بين الجيش والميليشيا، تحاول من خلالها ميليشيا الحوثي السيطرة على مواقع الجيش الوطني هناك. الميليشيا تكثف هجماتها على مناطق عدة في الريف والمدينة بغية تحقيق نصر معنوي بعد الخسائر الكبيرة التي لحقت بها في الساحل الغربي ومدينة المخا الساحلية.